محض محافظ البنك المركزي علي العلاق مع محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري سبل تأمين المبالغ المالية لمشروع ماء كركوك الموحد وحسم موضوع مستحقات كركوك المالية ضمن خطة البترو دولار والتي كانت مودعة ببنك كردستان، وجرى إقطاعها من قبل البنك المركزي. ووعد محافظ البنك المركزي بدعم كركوك خاصة في مسألة تأمين المبالغ المستحقة لشركة الفاو لغرض إكمال مشروع ماء كركوك الموحد بمرحلته الثانية.